بس كده اخر حاجه اتكلمنا فيها المره اللي فاتت ان احنا قدرنا نعين او نشوف ماشي خليكم معايا يا شونسين. اخر حاجه عملناها المره اللي فاتت ان احنا شفنا المومنت اللي هو ام 2 2 في الاتجاه ده، ضربناه على 5 في 12 ما سيفش، ضربناه على 6 في 12 ما سيفش، على 6 في 12 كان صغير بالمنظر ده، رحنا ضفنا حديد اضافي 3 في 12 في المتر وسيف. طب بالنسبه للنيجاتيف، بالنسبه للنيجاتيف ايه الجزء اللي مش مسيف عندي؟ احنا سيفنا البوزيتيف. طب بالنسبه للنيجاتيف، لو انت جيت زومت على جزء النيجاتيف ده بس ايه اللي حصل عندك؟ اولا المومنت عندك فين او الحديد حرصه ازاي؟ حرصه عمودي على الاتجاه ده، يبقى اذا ايه الطول ده احسب منه المفروض المربع ده، وده احسب منه مين؟ طول السيخ. طب طول السيخ ادي كم مربع؟ 1 2 3 4 يعني 1 متر، 1 متر اضيف له متر ونص ايه؟ الاضافي اضافي علوي، يبقى 2 متر ونص. 2 متر ونص هناخدها كام؟ 3. طب ايه؟ يا باشمهندسين السيخ ده المفروض هيمشي كده رأسي خلاص عشان المومنت في الاتجاه ده. طب المفروض العدد بتاعه طول السيخ كام؟ ده مربع 2 3 4 يعني تقريبا 4 مربعات، 4 في 25 من 100 يعني 1 متر، 1 متر حضيف لها 5 اللي هي 60 فا، 60 فا اللي هي متر ونص، يبقى كام؟ 2 متر ونص، يعني اقول هاخدها كام؟ يبقى طول السيخ 3 متر. طب حوزعه المسافه كام؟ ادي بعد ادي مربع 2 3 4 5 6، 6 في ربع على نص المسافه كام؟ متر ونص، يعني حوزه على مسافه كام من العمود؟ مثلا 2 متر. يبقى اذا الاضافه العلوي اولا ده احبه على شكل شوكه. لا يا باشمهندس السفلي اللي هو ده، لكن ده العلوي اللي هو فوق، المفروض عندك العلوي اللي هو فوق السبورت خلاص؟ ما ده ماشي كده، بص كده معايا على الشاشه، ده المومنت نازل تحت وبعد كده جه هنا طلع فوق، بعد كده كمل للسفر خلاص؟ طب هروح نفس الكلام اجرب ان انا اضيف 3، رحنا جربنا ضفنا 3 يعني المومنت كان كم في 3؟ كان 3 اللي هو 9 9 نحسبها تاني اللي هي المفروض عندي المفروض 9 في 3 46 على 5 اللي هي 6 23، يبقى اذا ده سالب 6 23. انت المفروض اصلا عملتها قبل كده بس احنا عملناها على السفلي ما عملناش على العلوي. قول له اوكي. السفلي طبعا هتاكد ان هو هيسيف زي ما سيف معانا لانه ما فيش لون ابيض عندي، كله تحت 6 23. البوزيتيف برضه هتلقى في اماكن ايه؟ في اماكن اللي ما زالت ما سيفتش معاك، فانت هتكبر على الجزء ده وتشوف قاعد معاك كام؟ تقريبا موجوده بحجم مين؟ حجم العمود. يبقى اذا ايه؟ مش محتاج ان نضيف اضافي في المكان ده الثاني خلاص، يعني تقريبا الجزء ده في مساحه العمود الموجوده عندي. يبقى اذا هبدا اروح اضيف كام؟ هبدا اروح اضيف 3 في 12، فين 3 في 12؟ على بعد 2 متر في الاتجاه ده، بس احنا لو صغرنا شويه ال 3 في 12 اللي انا المفروض اضيفهم هيتضافوا ازاي يا باشمهندس في الاتجاه ده؟ يعني 3 في 12 المفروض لما هيتضافوا معاك هيتضافوا معاك في الجزء ده. يعني هيتضافوا معاك هيئة شوكة ولا حديد عادي؟ يعني المفروض الإضافي عندك هيتضاف فوق الأعمدة، يعني هيتضاف في المكان ده. ما ينفعش تضيف حديد إضافي في المكان ده إلا لو كان على هيئة إيه؟ إلا لو كان على هيئة شوكة. طب على هيئة شوكة، طب عشان ما نرسمهاش نحن من أول وجديد هنضيفها من الفولدر القديم اللي مرسومه وجاهزة. ليه ده كانت ليفر. ما ينفعش حتى التسليح بتاع الفلات سلاب برضه هيمشي شوكه في المكان ده خلاص. فانت هتاخد له كوبي طبعا مش من دي، كوبي الثانيه ده عندك الشوكه وموزع برضه على طول كام؟ على طول لا هتعمله حديد عادي زي السفلي كده. طب واحد يسأل يا باشمهندس احنا عملنا طول السيخ ازاي؟
عملنا طول السيخ الوصل ازاي عندي؟ حسبنا الطول بتاع الشوكة ازاي؟ طالما حسبنا الحشوكة هنبقى نحسب الطول السيخ ده. هتحسب طول السيخ ازاي؟ بص كده هتيجي في الدايمنشن طول ده كام؟ ده 2 متر. عرض العمود كام؟ 30. طب الطول من العمود المفروض كانت ليبر تدخل جوه مسافة كام الشوكة؟ مرة ونص الطول الصافي، يعني مرة ونص اتنين، يعني تدخل جوه مسافة كام؟ 3 متر. المفروض تدخل معايا جوه مسافة 3 متر. خلاص؟ طب ال 3 متر دي 3 و 2 و 30 يبقى كام؟ 35. 35 ده كام؟ 25. 35 و 25 من 100 يبقى 5 55. 5 55 وضيف لها 32 تاني يبقى كام؟ ركز معايا، انا عايز احسب طول الشوكه. طول الشوكه اللي هو مين؟ الطول اللي فوق ده زائد الطول اللي تحت زائد الطول الراسي. الطول اللي فوق اللي هو كام؟ 3 زائد 32 زائد 2 زائد 32 زائد 3 من 10 زائد 3. 3 زائد 3 من 10 زائد 2 متر، يعني 5 متر 30. ده طول الرجل اللي فوق. طب طول الرجل اللي تحت 2 متر 30. 2 متر 30 و 35 يبقى 8 67. 67 و 25 من 100 7 85. 7 85 تقريبا هتقطع على كام؟ على 8 متر. يبقى اذا طول السيخ دي 8 متر. ال 2 متر دي احنا حسبناها بناء على اي اساس؟ حسبناها بناء على اي اساس من الساب؟ الساب المفروض قبل ان احنا لو انت في الام المفروض طبعا انت طبعا ده 9 في 12. لما عملناها على 6 في 12 وقسنا عدد المربعات اللي في الاتجاه ده طلعوا معايا كام؟ طلعوا معايا المسافه متر ونص، فاحنا خدناها 2. يعني مره ثاني دي كانت على سالب 4 15. شايف يا باشمهندس؟ ده الطول الشوكه كانت في الاتجاه ده، بكررها في الاتجاه العمودي. عدد المربعات دول 1 2 3 وفي 3 ثاني، يعني 6 مربعات. 6 في ربع متر يديك كام؟ متر ونص. هنقول احنا ناخدها على كام؟ على 2 متر. تمام كده؟ ده بالنسبه لام 2 2. طب بالنسبه لام 1 1 اظن ام 1 1 ده هيسيف معاك اوتوماتيك على 6 في 12. نتاكد من الكلام ده ان احنا هنروح للشيل وهنختار ام 1 1 وهنخلي الاثنين على 4 15 اللي هي 6 في 12. لو قلت له اوكي والزوايا بتاع الجزء ده بس الجزء الفا طبعا السلود السلبي هحولها فوق يا شونسي. شايفين السلود السلبي فوق ايه الحل بتاعها؟ طبعا هي مسيفه قليل اصلا عليها، يعني لان طبعا زي ما انت عارف السلود السلبي تسليحه في 5 في 10 6 في 10 عمره ما هتوصل في 12، يعني عشان كده ده مسيف معايا خالص. طب البوزيتيف مسيف ولا مش مسيف؟ البوزيتيف اولا الحديد ده حبه في الاتجاه يا باشمهندس، حبه في الاتجاه ده ولا في الاتجاه الافقي؟ حاجه في الاتجاه الافقي. تمام؟ طب البوزيتيف ما فيش موجب او ما فيش لون ابيض، يعني ال 4 15 مغطي البوزيتيف كله. طب بالنسبه للنيجاتيف هتلاقي العمود ده نيجاتيف عليه صغير، لكن العمود ده نيجاتيف عليه كبير، فاحنا لزومنا على الاثنين دول يعني تقريبا العمود ده بنفس حجم المساحه دي نفس حجم العمود، لكن دي ايه؟ زادت معايا شويه. ما احنا قلنا الحديد عمود على اتجاه اللون بتاع المومنت اللي عندك. طب هو اللون الكريتيكال اللي هو يا شمس احنا المفروض الجزئيه دي اتكلمنا عنها بالتفصيل. المفروض انا عندي الالوان اللون ده، ده اللون الازرق ده اللي هو اقصى حاجه موجب عندي. بعد كده بيبدا يقل لحد ما يوصل للصفر في المنطقه دي، بعد كده يبدا يقلب نيجاتيف. زي ما يكون عندك كاميرا كونتينوس بيم، المومنت نازل موجب بعد كده طالع عند العمود السالب، بعد كده نازل موجب بعد كده طالع سالب، بعد كده نازل موجب بعد كده طالع سالب، بعد كده موصل بالصفر. خلاص؟ العمود ده هنضيف له اضافي، هنضيف له اضافي ازاي؟ الحديد عندك اقتنعنا انه في اتجاه الافقي، يعني المفروض احسب الطول. لو انا زومت على ده احسب الطول من المربع 1 2 3 4، يعني الطول كام؟ 1 متر. 1 متر وهضيف له متر ونص يعني 2 متر ونص، يعني برضه الطول كام؟ 3 متر. هتوزع على مسافه كام مربع؟ ادي 3 مربعات الناحيه دي و3 فوق يعني 6 مربعات، يعني هتوزع على مسافه متر ونص. قلنا احنا هناخدها برضه كام؟
2 متر. ده مش محتاج ليه؟ لان زي ما انت شايف العليه صغير او تقريبا على قد حجم العمود فمش محتاج. واللي يثبت لك الكلام ده الكاد، لو رحت بصيت على الدايمنشن هتلقى ان البعد ده البحر ده اكبر من البحر ده، عشان كده واضح ان ده محتاج لكن ده ايه مش محتاج. طب ده هنضيف له اضافي في الاتجاه ده، هناخد برده كوبي من الرسمه اللي قبل كده عشان ما نضيعش فيها وقت. خلاص ده تسليح اضافي علوي، بتكتب عليه تسليح اضافي علوي، الطول بتاعها 3 متر والمسافه الحوالي عليها 2 متر. بنعمل نفس الكلام في الاتجاه الثاني نفس الشكل كده من، وطبعا الجانش بنعمله لتحت عشان ده علوي. لو ما فيش كانتليفر، لكن لو في كانتليفر بنحط على هيئه ايه؟ شوكه. وسط ولا في حاجه صعبه؟ في صعوبه عشان تفتح التسليح الفلات سلاب. المفروض بعد ما تخلص هتيجي تعمل ايه؟ هتيجي يا باشمهندس اولا السمك ده 25. طب السمك ده بكام؟ 20. هتيجي بعد ما تخلص تطبع له الجزء ده تاني، يعني المفروض هتروح تقبع زي على الكاد. بص كده هتختار برين وهتيجي هنا تختار الحاجه الاخيره انت طبعتها، هتيجي على الويندو تعلم الجزء ده بس اللي هو جزء الفات سلاب بس اللي هو الجزء ده، وده تطبعه له وده الفاينل معاك برده في نوت الحسابيه. المفروض نختار برضو اللي كنا في الاول، نختار ادوب بي دي اف بس. كده احنا مش هنصير، المفروض خلصنا فات سلاب. ده اللون المفروض يحصل معاك يا باشمهندس بالشكل ده. المفروض هتطبع الجزء ده. في احيانا الناس الالوان مش بتنفع معاها او لون الالوان مش بيظهر بشكل كويس في الطباعه، فممكن تظهر اللون ده اسود. ازاي يظهر اسود؟ لو رحت انت لقائمه للكات تاني عشان تتعرف بس على اوامر الطباعه، المفروض ده هنكلمك عليه برضو نحن لما نوصل في اخر حصه بس، هي ازاي تطبع. هنا بيختار لك اوامر الطباعه، بنختار امر اللي هو ايه؟ الامر ده هو منو مش عارف ايه كده. خلاص ده بيظهر لك لون الطباعه كله اسود. لو اخترت انت اخر حاجه احنا اخترناها ورحت عملت له بريفيو بيظهر لك ايه؟ تمام بيظهرهم لك ايه؟ اسود بالشكل ده. اظن الاسود بالشكل ده حتى في الطباعه يبقى ايه؟ يبقى يعني شكله افضل معاه. اظن انت يا باشمهندس كده لو انت محتاج تعمل نوته للفلات سلاب اظن مش هيبقى افضل من كده. كده انت تقريبا ايه يعني الفلات سلاب مش محتاجه منك اكتر من كده كنوته حسابيه. طيب عاوزين ندخل بقى دلوقتي في الاهم من اول سولد بيم سلاب، ندخل بعد كده في الجزء الثاني اللي هو ايه السوليد بيم سلاب اللي هو الجزء اللي فوق. اولا ركز معايا، عاوزين نروح نصمم الكاميرات دي، عايزين نحسب المومنت اللي عليها. المومنت اللي عليها الاوتوماتيك المفروض هيكون موجود في السلاب، يعني انت هتعمل ايه؟ هتصغر الكلام ده، هتروح تخفيه للبلاطات عشان مش عايزينها تاني. خلاص طبعا اللوحات اللي انت طبعتها في اتجاه ام 1 ام 2 هتطبعهم في اتجاه مين؟ ام 1 و1. المفروض هتطبع كام لوحه للفات سلاب او كام واحده في الحسابيه؟ ثلاثه للام 1 وثلاثه لمين؟ للام 2. الثلاثه دول عباره عن ايه؟ اولا ام 2 لما 5 × 12 ما يسيفتش، ام 2 6 × 12 اللي هي الشبكه الاصليه، تكتب دي الشبكه الاصليه 6 × 12.
بعد كده اخر حاجه اللي هي الاضافه، دول 3 في ام 2 زي نفس ال 3 في ام 1 يضاف عليها التسليح اللي انت ضفته فين في الفلات سلاب، يبقى دي الورقه رقم كام؟ 7. يضاف عليهم الورقه في الاول خالص لحساب الموت اوف ريزيستن ومش حساب الحاجات دي خلاص. المفروض هتروح القائمه فريم وتختار ام 3 وتقول اوكي للكاميرا. لو بصيت في 3 دي هيظهرك الموم بالشكل ده، بس ممكن السبورت عندي مش واضحه. بنختار اير دايمنشن ريفرنس ونعمل له ريست عشان هي صغار السبورت شويه. ده المومنت. في امكانك انك تطبع 3 دي، وامكانك نعمل ايه؟ الناس فاهم الشكل ده يا باشمهندسين ولا مش فاهمينه؟ طب لو رحت للكاد اصغر شويه. وممكن نعمل ايه برضو؟ ممكن تيجي الامر ده اسمه روتيت 3 دي، تبدا تلف ال 3 دي اللي عندك. كده الشكل واضح ولا الاول كان احسن؟ المفروض يا باشمهندسين ده الكاميرا دي فين؟ الكاميرا دي اليمين هي الكاميرا دي صح؟ طب المفروض بص كده، ما انا عايز اوضح لك حاجه بس، الكاميرا دي فين؟ الكاميرا دي مش دي صح؟ طب بص الكاميرا دي كونتينوس، والكاميرا الكاميرتين دول فين؟ عايز تتخيل حاجه معينه اللي هي مين الكاميرا دي ومين الكاميرا الثانيه. طب اخر كاميرا دي المفروض عندي فين؟ اللي هي في الناحيه الثانيه. انا طبعا عشان تبص عليهم في 3 دي بالمنظر ده هتبقى العمليه صعبه خالص، عشان كده احنا بنعمل ايه؟ بنيجي نروح نعمل فيو، نختار 3 دي فيو، بنضغطهم مره في اتجاه ال 180 او في اتجاه اكس ونقول له اوكي، هترسم لك اوتوماتيك فوق بعض بالشكل ده. لو انت اخترت النضاره اللي فوق هترجع جابهم لك راسي فوق بعض. فاهمين الشكل ده ولا مش فاهمينه؟ يعني هو رسل لك مين؟ هو رسل لك الكاميرات اللي هي الكاميرا دي، تحتها مين؟ الكاميرا دي، تحتها الكاميرا دي، تحتها الكاميرا دي، او تحتها الكاميرا دي، بعد كده تحتها الكاميرا دي، يعني هو رسل لك الكاميرات الرئيسيه كلها ايه؟ تحت بعض. دي بقى انا عاوزك تطبعها. تطبعها ازاي؟ بتيجي يا باشمهندس تختار امر الزوم ده وتعلم مع الجزء اللي انت عاوز تطبعه. وتروح قائمة فايل وتختار ايه؟ برنت جرافيك. ده عبارة عن المفروض ام 3 اللي هو خاص بالبيم 180 اللي هو في اتجاه ال 180، يقول له سيف. هيبدأ يسيفهم لك على ادوبي دي اف. دي أول حاجة بتطبعها في النسخ الحسابية للكاميرات اللي هو الاتجاه ام في اتجاه ال 180. هترجع يا باشمهندس الرسمة تطلع معاك بالمنظر ده. ممكن الرسمة تبقى صغيرة، فأنا بص هعمل حاجة تاني وهعلم على دي مرة تاني كده، وهروح لقائمة برنت عشان تطبعها بسرعة أفضل. تختار برضو أدوبي دي إف مرة تاني، قول له برنت مثلا ام 2 هو 180 هو 2. هتعرف ليه السبب دلوقتي، بس هتلقى الشكل ايه يعني واضح اكتر. بص الشكل كده ايه ظهر بصورة اكبر صح ولا ما ظهرش؟ ظهر بصورة أكبر كده ولا كان الأول أحسن؟ أظن كده إيه؟ في البرنت هيبقى ظاهر أحسن من مين؟ أحسن من ده؟ يبقى إذا إيه شايف الفرق ما بين ده وده؟ إن ده هيظهر معاك برنت أفضل. يعني بص أنت تقريبا الكاميرا دي ما شايفهاش، لكن شوف هنا ظهر معايا إزاي؟ ودي ظهر معايا إزاي؟ يعني إيه؟ مظهر الكاميرات بصورة أفضل من الأول. أنت مطلوب منك إيه؟ مطلوب منك تطبع لي الكاميرا دي بنفس الكاميرات دي بنفس المنظر كده. وبعدين بعد ما تطبعهم بنفس الشكل بتروح عندك. ايه؟ ايوه ما احنا بعد كده بنروح للساب ونيجي اولا بتحفظ الاتجاه ده قبل ما ننزل الارقام. بنروح عندك القائمه، ممكن يا باشمهندس تظهر اللي هي القائمه بتيجي من المومنت عن طريق اف 8. لو انت لو دوست اف 8 هيظهر لك القائمه مباشره خلاص.
المربع عاوز ام 3 3 انا مش عاوز اصلا لو عاوز اظهرها يعني هنعمل سيت 3 دي فيو والمره دي هنخليها في اتجاه واي اللي هي 270 هنقول اوكي هيجيب لك الكاميرات مين هو المره دي هيجيب لك مين المره دي الكاميرات دي صح شايف الكاميرا اللي فوق دي شايف الكاميرا اللي تحتها مكانهم فين عندي ادي الكاميرا اللي فوق في الاول السمبل وادي الكاميرا مين اللي تحتها فاهمينها دي عشان في مشكله حد عنده مشكله في تخيل اماكن الكاميرات دي هتيجي تزوم مع الجزء اللي انت عاوز تطبع اللي هو الجزء ده وهتروح قائمه فايل تختار برنت جرافيك بس المره دي حب ام 3 3 بس كام 270 بالمنظر ده اظن دي واضحه كويس لو مش واضحه هتعملها هي برضه نفس الكلام هتعلم الجزء ده بس وهتروح تطبعه وهكذا يبقى انت مطلوب منك تطبع لي الحاجتين دول بس في ناس بتقول لك انا عاوز اظهر القيم المومنت عليها من الصعب انك تظهر قيم المومنت عليها عند الماكسيمم بس ليه لانك انت مقسم الكاميرات دي كل مسافه معينه كل 25 من 100 وكل 3 من 10 فهو بيظهرك المومنت عند كل 3 من 10 وكل 25 من 100 فاحنا بنيجي نعمل ايه بنروح نظهر المومنت بالفعل الموجود عندي واقول له اوكي يعني اوري لك قيم المومنت الارقام مش واضحه فبنيجي نعمل ايه ادي دايمنشن ريفرنس وبنكبر ده هتلقى افضل حاجه ان ده 15 واللي تحت ده يكون 12 دي الحاجات اللي انا شغال بيها واللي مديني الارقام لحد ما مقبوله اللون الازرق ده بيبقى مش واضح بالنسبه لبعض الناس وانا من نفسي مش بشوف اللون الازرق اصلا عشان كده بروح اغير اللون ده واخليه لون اخضر اللي هو ده اخليه اخضر او اي لون انت براحتك انت اي لون يكون مناسب لك انت يعني ذوقيا او جماليا زي ما انت عارف يا باشمهندس بتبدا تزوم على جزء جزء بالشكل ده ايه اللي ظهر معاك هو حاسب لك قيم المومنت عند كام شايف الارقام كاتبها لك دي عند كل كام 25 من 100 او عند كل 3 من 10 حسب تقسيمه البلاطه انت مطلوب منك ايه طبع الورقه انت مش طابعها طابعها الكاميرا اللي فوق دي دي مش موجوده كل ما عليك الكاميرا اللي فوق دي تكتب تحت هي في المقص من تكتب كام هتكتب 7.1 اللي تحتيها 6.56 وهكذا يعني في 3 4 دقائق هتكون خلصت المومنت على الكاميرات اللي عندك بصور اوضح ايه ايوه هتكتب الماكسيمم بس انت من... لا لان كان لو ينفع حاله واحده بس لو الكاميرا دي كل حته واحده خلاص وده مش هيحصل في الاكس واي تمام طب ده اولا ثانيا لو رحنا للاتجاه الثاني عشان الاتجاه الثاني احنا في حاجه ان هي عاوزين نشتغل عليها المومنت عندي بالمنظر ده طبعا الارقام مش ظاهر عندك لو زومت على اي جزء بالشكل ده كده هتلقى الارقام بتظهر معاك بصوره افضل اظن كل ما عليك انك انت تنقل الارقام ده مثلا 6 و 23 ده 4 28 ده 1 45 الرقم ده لو مش واضح بتدوس عليه كليك يمين بيظهر لك ايه الرقم عندك ده 11 21 وعلى فكره احنا ما قسمناش الكاميرات اصلا احنا ما قسمناش الكاميرات ما قسمناش الكاميرات نحن اصلا ولا ما قسمناهاش هو الفولدر ده تبعكم انتوا؟ بص يا شمسين نقسمها ازاي؟ ركز معايا مش هتفرق كتير يعني بس ايه هنقسمها ازاي؟ بص هتيجي يا شمسين تستعمل ايه؟ تروح تظهر الاول البلاطات عادي مش هتأثر معانا كتير يعني هتلاقي تقريبا بديك تقريبا نفس قيم الاكشن مش هتفرق معانا في الحاجات اللي احنا عملناها يعني هتيجي تختار الجزء كله وتروح قائمة ايه ايديت تختار ايديت لاين ديفايد فريم وتختار بريك ات انترسكشن يعني قسم لي الفريم ده عند انترسكشن يعني قسم لي الفريم ده زي تقسيمه مين؟ البلاطه خلاص لو عملت له ران
انا فاكر من غير تقسيمه كان المهم انت على الكاميرا دي كان طالع 17 او 7.1. شوف بعد التقسيم هيظهر كام كده. ايديت ديفايد لاين يعني قسم الفريم ده او اللاين وبريك ات انترسكشن. اخترنا تاني واحده من تحت ادلت واحده تقريبا هتلاقيها موجوده في الفيديو مسجله في الفيديو. بريك ات انترسكشن يعني قسم ده عند تقاطع او عند تقسيم البلاطات، لان انت عندك الساب زي ما انت بيقسم البلاطه 3/10 × 10 او اكس واي مساحه معينه لازم تقسم الكاميرات مع البلاط عشان تبقى واخده كونتينيوتي معاك في الحاجه. هنتأكد ازاي؟ انا بصيت في ال 3D هتجرب رسمك المومنت من غير ما تطلبه ككرم من عنده يعني. عشان كده احنا هنروح نعمل ايه؟ هنروح نخفي البلاطات كالمعتاد، هيظهرك قيم المومنت. لو رحنا عندك في فيو 3D فيو واخترنا ال 270 عشان بس انت عايز تتأكد من قيمة المومنت عشان فرقت كتير ولا لا. لو رحنا اخترنا النضارة دي وزودنا على الجزء اللي فوق هنشوف ده هتقعد 7/10 زي ما هي ولا هتتغير. يعني طلع برضو معايا بسبعة ايه؟ 7/10. زي ما انت شايف هو عمل ايه هنا؟ قسم مين؟ قسم الكاميرات الموجودة عندك. المهم يا باشمهندس كده انت عندك لوحتين بتطبعهم وتكتب عليهم المومنت. لو انت عاوز تضيف بتبدا تعمل ليه على اللوحه اللي عندك، بص كده معاك تقدر تكتب له محور الكاميرا دي كام على اللوحه، تقدر تكتب محور ده بكام ولا ما تقدرش، ابو محور الكاميرا دي كام ومحور الكاميرا اللي فوق دي كام. بص كده نروح للكات لو رحنا للكات اولا الكاميرا دي لها محور، اللي فوق ملهاش محور. طب المفروض محور الكاميرا اللي تحت له كام؟ ألف. فانت تيجي تكتب له على دي ان دي محورها كام؟ ألف. اظن لو عملت كده لكل كاميرا يبقى انت كده ايه؟ خلاص فنشت نماذج الكاميرات بصوره كبيره. طب انا عاوز اعرف دلوقتي بعمل نماذج الكاميرات ازاي؟ ده جزء اللي انا هتكلم معاكم فيه والناس تركز معاي. ركزوا معايا اللي احنا عاوزين نعمله يا باشمهندس. بص كده معايا، اولا النماذج الكاميرات اللي احنا هنشتغل عليها ده بنسميه جدول نماذج الكاميرات. هنعرف يعني ايه جدول نماذج الكاميرات، عاوزين نعرف الجزئيه دي. طب في الاول انا الكاميرات عندي في المبنى السكني نوعين، اما 25 عرض او 12، ده بالنسبه للعرض. بحسب 25 او 12 بناء على كام حاجه؟ ممكن تقدر تصنفهم ثلاث حاجات. اولا باخد 12 او 25 على حسب عرض الحيطه اللي فوق مين، الحيطه اللي فوق 25 باخد الكاميرا 25، الحيطه اللي فوق 12 باخد الكاميرا 12. دي حاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه على حسب اللينس بتاع الكاميرا، لو طول الكاميرا اقل من 4.80 باخدها 12، اكبر من 4.80 اوتوماتيك لو بص على معماري ولا غيره باخدها 25. ليه باخدها 25؟ لان الكود بيقول لك اي كاميرا ليها طول معين المفروض البي لا يقل عن الا على 40. فطالما عندك حسبناها احنا تكلمنا قبل كده وعرفنا ان الكاميرا 12 سم اخرها بحر 4.80 خلاص، سواء كان معماري قال او معماري ما قالش ده الجزئيه دي انا كانشائي ما فيش تفاهم فيها لان الكود عاوز كده. فاحنا عشان كده بنعمل ايه؟ عشان كده يا باشمهندس لو انت عندك كاميرا في المبنى 6 متر ولا 7 متر وواحد جه لك يعملها 12 سم هو بيضحك عليك، هو بيضحك عليك. عشان كده احنا هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نروح في الاول نشوف الكاميراتي، قلنا خلاص عرض يا اما 12 او 25 ده بالنسبه للعرض. طب ليه ما فيش اكتر من 25 في المباني السكنيه؟ لان احنا قلنا ان الكاميرا 25 سم البحر الالوبل بتاعها كام؟ 10 متر. في ما فيش بحر 10 متر عندي في المباني السكنيه، ده بالنسبه للعرض سواء كان 12 او 25. طب بالنسبه للدبس اللي هو التي، التي ده احنا قلنا بيساوي ايه؟ ارتفاع الدور ناقص كام؟ 230، قلنا ده ما قلناهاش في المباني السكنيه. طب انا عندي ارتفاع الدور كام؟ عندي ارتفاع الدور 3 متر، يبقى التي عندي بكام؟ ب 70. خلاص؟
خلاص يا جعفر معايا يعني انت تمام ماشي. يبقى انا عندي كم كاميرا دلوقتي؟ عندي كاميرتين اما 25 في 70 او 12 في 70. يبقى انا عندي بالنسبه للبي هناخد الاول اللي هي بي 12 في 70. عاوز ايه؟ كنا زمان بنعمل ايه؟ طبعا انت شايف الكاميرات عندي كتير، كنا بنروح ناخد قطعات عند الماكسيمم بوزيتيف وقطع عند الماكسيمم نيجاتيف، واروح اصمم الكاميرا واحسب الدبس بتاعها عن طريق المومنت والكلام ده. لا انا ايه كاميرات ثابته اما 12 في 70 او 25 في 70 عشان كده هعمل ايه؟ هشوف الكاميرا 12 في 70 بيشيل مومنت كام؟ والكاميرا 25 في 70 بيشيل مومنت كام؟ واشوف اقصى مومنت تطلع عندي. يبقى المفروض لو انا عندي كاميرا 12 اوتوماتيك لازم المومنت يقول لي عن المومنت اللي هحسبه دلوقتي. لو كاميرا 25 المفروض المومنت بتاعها برضه يجي لي على المومنت اللي انا هحسبه دلوقتي. وصمم الكاميرات 1 مينت بالكثير حتى لو كان 100 كاميرا عندي. الكلام ده ازاي؟ هنروح المعادله المفروض الدي بيساوي سي 1 جذر ام التمت على اف سي يو في البي. المفروض السي 1 حسبتها عن 3 هناخدها 3 والدي طبعا 70 يبقى كام؟ 67. طب الام التمت ده انا عاوز احسبه عاوز اشوفه بكام؟ الاف سي يو بكام؟ 52 والبي ب 12 يطلع الام التمت بكام؟ الام التمت حد بيحسب؟ ايه؟ لا ما يجيش من الاس هنا انا على حسب بحسب من طريقه الدرس والعرض. الاس ده بحسب منه المومنت بيشيل الحديد ده المومنت بيشيل الخرسانة. هو حته تقريبا 15 متر طول. انتوا ما تتعبوش نفسيكم يعني. خلاص؟ بروح بعد كده اعمل ايه؟ يبقى اذا لو رحت لاي كاميرا عندك 12 في 70 انت عاملها 12 في البان. لو رحت بصيت على المومنت المفروض يطلع اقل من 15. ولو طبقت العلاقه اربع اقل من 480 هيطلع اقل من 15. خلاص؟ طب نروح بعد كده الكاميرا 25 في 70. احنا مش هنسيب دلوقتي بعمل ايه؟ انا بشيك على الكونكريت دايمنشن، هل قطع الكاميرا كخرسانه مسيف معاه ولا مش مسيف؟ لسه ما دخلتش في الستيل بس شغال ككونكريت دايمنشن. كاميرا 25 في 70 هتعود بنفس الطريقه بس البي هيبقى بكام؟ 25. هتلقى ان الالتيميت تطلع معاك 31 و2 من 10 متر طن. خلاص؟ نفس الطريقة بس العرض هيتعود عنه هنا بكام؟ هتعود عن العرض ب 25. طب المفروض لو روح ملفين المومنت اللي احنا حاسبينه على أي كاميرا موجودة ما يزيدش عن كام؟ 31. طب لو زاد عن 31 هعمل إيه؟ أولا مش بيحصل، يعني نادر بيحصل طالما كاميرا طولها 6 متر أو أقل من 6 متر في المباني السكنية مش بيعدل 31 أصلا. يعني دايما بيسيف، نفترض في المباني السكنية جدلا إنه حصل. هنعمل ايه؟ هنزود التي ولا نزود البي؟ هنزود البي او التي. هزود التي لو الكاميرا دي ما تحتاج باب. ليه؟ لان الكاميرا دي لو تحتها باب وانت زودت خليته مثلا 70 خليته 90 يبقى الباب بدل ما 2 متر 20 هيبقى 2 متر مش هينفع. هجيب لك من فين الباب ارتفاع 2 متر اصلا؟ مين هيعمل لي ده؟ خلاص مش حاجه نجارين هتروح كل الستاندر ارتفاع الباب 2 متر 20 اي معارض ستاندر باب 2 متر 20 معروف. فهعمل ايه؟ لو الكاميرا دي تحتها باب هزود البي بدل ما 25 هاخدها 30 هاخدها 35 حد معاك حد بيه نص متر. بس دي اصلا في المباني السكنيه يعني مش بيحصل معايا الكلام ده. ده بيحصل معايا في المباني الاداريه الحاجات التقيله عليها لابد 500 او احيانا بوصل 600 والسبيسنج بتاعتها بتبقى بحور كبيره شويه يعني 6 متر 7 متر بتبقى بحور تقيله تقيله يعني. فعشان كده ممكن تلقى المومنت بيزيد لكن في المباني السكنيه لا يبرد ب 200 مش بيعدي معاك طالما بحورك اقل من 6 متر. طب يبقى اذا نحن نطمن نوعا ما طالما انت في مبنى سكني بحور الاعمد اقل من 6 متر او حتى اقل من 7 متر اللايف لود بتاعك ب 200 25 في 70 بالسيف المومنت و 12 في 70 برضه بالسيف المومنت طالما انت مطبق العلاقه اللي هي ال 12 في 70 او كاميرا عدى 12 اخر البحر 480 وكاميرا 25 اخر البحر 10 متر اللي احنا قلنا ماكسيموم في المباني السكنيه ممكن نوصل له كام؟ 7 متر. ده انا كده شايفها على كونكريت دايمنشن وانا واثق متاكد انه في البرج ده او اي برج تاني هيطلع معايا سيف. خلاص؟ طب انا بعمل ليه ده كده؟ لانك انت لازم توضح لي الفريزر الحسابيه انت بتشتغل بيها. ده اولا. ثانيا عاوزين نروح نحسب الحديد للكاميرات.
طبعا انت كنت المفروض بتروح عند كل قطعه وتحسب لي الدبس وتقارب له الاقرب مش عارف 10 سم وتاخد لي كتير كبيره والكلام ده، من احنا ايه اللي غيرنا الموضوع ده في المباني السكنيه. خلاص عبد الرحيم والدايما التنشن، فعشان كده احنا بنعمل ايه؟ بنروح نحسب الاي اس بدلاله المومنت او العكس، المومنت بدلاله الاي اس. ليه؟ لان كده برضه مش هتروح عند كل قطاع وتحسب لي الاي اس عنده، عند كل قطاع تحسب لي الاي اس، مش هنخلص. احنا بنعمل ايه؟ بنعمل العكس. يعني بنعمل العكس، بقول انا اشوف السخين في 12 بيشيل مومنت كام، تمام؟ مثلا 2 في 12 بيشيل 5 متر طن، يبقى اي كاميرا المومنت بتاعها اقل من 5 تاخد كام؟ 2 في 12. بدل ما اكتب 2 في 12 على كل كاميرا تاخد اقل مومنت اقل من 5 طن، بديها رمز كي مثلا كي 1، يبقى اذا كل كاميرا المومنت بتاعها اقل من 5 متر طن بديها رمز كي 1، دي كي 1 دي كي 1 وهكذا، بحيث ان كي 1 دي في الجدول اوضحها له ان تسليحها كام؟ 2 في 12. طب مثلا في كاميرا كاميرات تاني اكبر، فبديها نموذج مثلا 2 في 16 او 4 في 16 وهكذا. يبقى احنا بنعمل ايه؟ بنفرض الحديد في الاول وبناء عليه بحسب المومنت، وبناء عليه بروح للرسمه اللي عندي اروح اعمل النماذج على الرسم. يعني احنا عاوزين نعمل ايه دلوقتي؟ عاوزين نعرف النماذج دي بفرضها ازاي؟ النماذج دي بتتفرض زي ما موجود عندك في الجدول. بفرض نماذج لكاميرات طول اقل من 3 متر وكاميرات طول اكبر من 3 متر. اشمعنى 3 متر؟ 3 متر لان ده الفيصل ما بين الكاميرات اللي انا بكسح فيها والكاميرات اللي انا مش بكسح فيها. يعني كاميرا طول اقل من 3 متر دي مش بكسح فيها. ليه؟ لان التكسيحتين بيدخلوا ببعض. التكسيحه دي بيسموها الجريده برضه. اقول لك دي جريده. خلاص؟ فالجريده دي بتلقى هم الاثنين دخلوا ببعض، المايل لناحيه والمايل لناحيه، لان السبيسك مش بتكفي. خلاص؟ فمش بنكسح اقل من 3 متر. دي حاجه. الحاجه الثانيه اكبر من 3 متر بنبدا نكسح. طب ايه النماذج اللي انا بعملها لو مش بكسح؟ وايه النماذج اللي انا بعملها لو هكسح؟ بص معايا كده. بنكتفي بنموذجين بس لو مش بنكسر او اكتر على حسب ما موجود من الكاميرات اللي عندك اللي هي اقل من 3 متر. بنسمي نموذج كف 1 وكف 2. بناخد كف 1 2 في 12 وكف 2 مبدئيا هنفرضها 2 في 16. خلاص؟ ده بالنسبه للعدل. طب ده التسليح السفلي. طب في مكسح ولا مفيش؟ مفيش، عشان كده بنيجي نعمل شرطه في الخانه دي وشرطه في الخانه دي. طب بالنسبه للعلوي طول اقل من 3، يبقى اذا النموذجين كف 1 كف 2 دول طول اقل من 3 متر. التسليح العلوي في الكاميرات اللي ما فيهاش حديد تكسيح بناخد الحديد العلوي زي الحديد السفلي. في الكاميرات اللي احنا مش بنكسح فيها بناخد العلوي زي السفلي. ليه؟ هنقول الكلام ده بس ناجله لما نروح نرسم البيندنج مومنت، لكن احنا تفسير ليها لان الحديد العلوي بيشتغل معاي بيشيل مومنت، وهنقول السبب ده بس لما نروح نرسم تفصيله على السبورت. طب بالنسبه للكاميرات الثانيه اللي انا هكسح فيها بتبدا من كف 3. بص بقى، مينيمم عدد اسياخ في الكاميرا 4 في 12، مينيمم عدد اسياخ في الكاميرا 4 في 12، 2 12 عدل و2 12 مكسح. ده لو انت هتكسح، لو انت مش هتكسح مينيمم عدد 2 في 12 عدل. يبقى لو هتكسح المينيمم 4 في 12 2 عدل و2 مكسح. لو انت مش هتكسح المينيمم 2 في 12. خلاص؟ فانا هنا هكسح، يبقى المينيمم بتاعك كام؟ 4 في 12، 2 12 عدل و 12 مكسح. طب انا هبدا ازود شويه اخليها 2 في 12 عدل و 2 في 16 مكسح. النموذج اللي بعده اخليها 2 في 16 عدل و 2 في 16 مكسح. خلاص؟ النموذج اللي بعده 2 في 16 عدل و 3 في 16 مكسح. في اي ليميت ايكونوميك في الموضوع ده انا هسيبه ما بيننا، ده انا بزود سيخ او بزود قطر واثبت العدد. يعني ما اعتقدش في مومنت هيطلع بره الايه النماذج دي. فالجدول ده بيطلع مني حوالي 90% ل 100% من الكاميرات الموجوده عندك. ال 10% اللي بيشيلز عندك من المومنت بيطلع اكبر من المومنت اللي بيشيله النماذج الموجود. السؤال دلوقتي احسب المومنت اوف ريزيستنس اللي بيشيله كل نموذج ازاي؟ كل ما عليك هتجيب علاقه ما بين المومنت وبين الاي اس. الاي اس عندك معلومه ولا مجهوله؟ معلومه. بقدر اجيب دلاله المومنت او اجيب المومنت بدلاله الاي اس ازاي؟ هتيجي عندك في معادله الاي اس المفروض انا عندي الاي اس بيساوي المومنت هو ام التمت في 10 اس 5 على الجي. احنا قلنا هناخدها 74% اللي هي عندي 3 او 3 ونص، يعني مش هتفرق معايا كتير. 3600 هي الديب. الديبس عندي كام؟ 67. السؤال اللي انا عاوز اساله بس
وعاوز الناس تركز معي فيه. لما يبقى عندي السخين في 12 المومنت اوف ريزيستنس بتاعه هيتغير سواء كان عرض الكاميرا 12 او عرض الكاميرا 25. المومنت اوف ريزيستنس المومنت اللي هيشيله السخين في 12 هيتغير اذا كان عرض الكاميرا 12 او عرض الكاميرا 25. ليه؟ لان الافكتيف عندي مين من المعادله الدبس. في ناس بتفتكر يا باشمهندس انه ايه لو الحديد ما كفاش يروح يزود عرض الكاميرا. ايه دخل عرض الكاميرا بالحديد؟ عرض الكاميرا ده في كونكريت دايمنشن يعني القطعه خرسانه مسافر مومنت ولا لا. لكن اللي بيشيل المومنت كحديد بيعتمد على الدبس ملوش علاقه بيه ملوش علاقه بالعرض. لو احنا عندنا دي العلم بس مش ضربينه في واحد نص نحنا؟ مش ضربنا في واحد ونص ده جوه ولا ما ضربناش؟ ايوه مش دخلنا واحد طن واحد ونص؟ ضربنا في واحد ونص؟ اه؟ طب في الالتيميت يا باشمهندسين الناس اللي بتغلط بس مش في الالتيميت المفروض اللي تطلع في واحد ونص او واحد واربعه واحد وسته الحمل على المتر المسطح ولا الحمل على المتر الطولي؟ الناس تركز بس انا لما دخلت وزن الحيطه ما ضربتوش ليه في واحد ونص؟ وزن الحيطه زي وزن الكاميرا. لما انا بدخل التيميت مش المفروض اي حاجه اضربها في واحد ونص؟ لا مش بضرب اي حاجه في واحد ونص. الالتيميت باشمهندس بيعتمد على الاحتماليه في اللود ولا حاجات يعني ايه؟ يعني بيقول لك مثلا انا عندي الحمل مثلا لايف لود ب 200 قال لك ممكن يكون عندي في فرح واللايف لود بدل ما 200 يبقى 300 فزاد بمقدار كام؟ واحد ونص فراح اضربه في واحد ونص. طب بالنسبه للكفر قال لك الكفر بدل ما هو 150 مثلا يجي في يوم من الايام او في لحظه مثلا بدل ما هو 150 اروح ازود مثلا او اغير كفر او اضيف كفر ثاني عليه فيزيد مثلا معايا هنا وبيعمل احتمال اقصى حالات تحميل عندي. ده للمتر المسطح. طب الحيطه ما ارتفاعها ثابت حياة خانة مثلا مع الجناح مش هفيش يبقى يدخله بوزن هو هو. الكاميرا الكاميرا 25 70 حاجه ايه غذيه خلي وزنها يزيد ما فيش احتمال انها تزيد اقصى احمال اصلا. فاقصى احمال دي لما بتحصل عندك بتحصل على المتر المسطح. يعني في الخزانات المفروض لو انت عندك خزانه تيجي تشتغل لايف لود او تشتغل التيميت ديزاين المفروض لما تشتغل التيميت ديزاين في الخزانات ما تضربش في 1.5 اي حاجه ما تقدرش تضرب الميه في 1.5 هتزيديه ميه اخرها الميه الحيطه بتاعت الخزانه هتطلع فوق وتنزل مع الجناح خلاص. اظن الفكره وصلت يعني عشان تبقى من جزئيه الارض عشان لما تيجي يسالك اي حد عن التربيه والكلام ده تبقى فاهم الجزئيه دي وش ازاي. عشان الناس الترم الاول في الخزرسانه في الخزرات كانت مختلفه بضرب في 1.4 بضرب في 1.5 ايه في الحقيقه لا 1.4 ولا 1.5 خلاص. ام ارت متساوي ايه؟ ام ارت مت ايه؟ يطلع 1.78 من الاياس وشمس الخرسانه دي عالم ثاني كل واحد خلاص اظن وصلت يعني. ده المالتم بيساوي كام؟ 1.78 من الاياس. هتحسب الرقم ده يطلع 1.78. طب الجدول عندي كالآتي. الأول عندي كف واحد. كف واحد فيها كام؟ 2 × 12. 2 × 12 مساحتهم كام؟ واحد يحسب كده معايا بس بالحاسبة عشان ما ناخدش وقت. 2 × 12 مساحتهم 2 × 13 مساحتهم 2 × 26. اضرب لي ال 2 × 26 في 1.78 4 2 من 2. طب كف 2 2 × 16 2 في 16 اللي هي 4 4 في 1.78 كم؟ 4 في 1.78 7 واخد عجلك يا عبد الرحيم ايه؟ واخد عجلك كف 3 طبعا خلينا مع عبد الرحيم كف 3 تبقى كده عبد الرحيم حديد خليك معايا بس بقول لك كف 1 في 2 × 12 وكف 2 في 2 × 16 بص على الجدول كده ليه؟ لان انا اخذت بجمع السفلي يا باشمهندس بجمع السفلي العدل والمكسح فده 12 زي الصفر وده 2 زي الصفر يبقى 2 × 16 2 × 12. طب كف 3 احبه كام؟ 4 12 كف 3 عندك 4 12 ب
فضد 4 12 يعني كم؟ 8 و 4 من 100 طب كف 4 كف 4 المفروض كام؟ 2 12 و 2 16 يعني حجم مع مين؟ ده 2 12 ده 2 16 يعني حجم مع ده 4 و 2 زي 7 وكام؟ و 12 حجم مع الاثنين دول مع بعض 4 زي 7 كام؟ 13 يعني 13 كام؟ 22 او 24 11 14 صح؟ 11 14 طيب هنروح نحسب كام 5 دي ننزل تحت شوية بس عشان نشوف الخمسة المفروض أنا عندي كاف خمسة كام؟ 2 16 2 16 يعني 4 16 4 16 يعني كام؟ 7 في 2 بكام؟ 14 14 كام؟ 24 اللي 4 16 طب كاف 6 5 16 5 16 اللي هي كام؟ كم؟ 21 21 36 تمام كده؟ طب نعمل نماذج الكاميرات ازاي؟ هديك مجموعة من الأمثلة دلوقتي وتبص معايا كده خمس في جي دول اللي موجود في جي ايه؟ جي دول اللي هي ثلاثة ممكن؟ بتاع كل كاميرا اللي تطول الكلام ده؟ على حسب لا يعني الكاميرا دي تتحول نور لاربع نور ايوه في جدول يحسب لينا يعني انت قصدك في اللي فيه نماذج ثانيه يعني ايه؟ يعني في جدول بيشيل حسب شنو حسب يعني لا انت تعمل ايه بقى؟ تبدا في الاول كده بدايه حياتك تعمل سيستماتيك الجدول تشتغل عليه خلاص يعني انا عامل سيستماتيك الجدول بشتغل عليه خلاص فده معايا على طول فكل ما اروح المبنى مش بروح ابص على الفرنسا وخصوصا ان معظم المباني اللي كنت بتفتحها 3 متر فبروح اطلع الجدول ده معمول اصلا على يعني الجدول ده معمول على الكاد اصلا وجاهز النموذج والمبنى ببص هو سيف يعني مش بتعمل كل المبنى بتعمل نفس الجدول ونصيحتي ليك يعني حاول في الاول اي حاجه تشتغلها اشتغلها اعملها على وورد اعملها على كاد هتتعب جدا في اول منشأ تعمل باقي منشأ كله ايه تعديل على الهواء وبريد تعديل على الهواء وبريد دي تاخد معاك وقت يعني طب المهم اطبق الكلام ده ازاي؟ هندي لك مجموعه من امثله انا عندي كاميرا مثلا في الاول طولها 2 متر او متر 30 وعليها مومنت 3 12 وكاميرا تاني طولها 2 متر 80 وعليها مومنت 5 18 كاميرا تاني طولها 4 متر وعليها مومنت 6 68 كاميرا تاني طولها 5 متر وعليها مومنت 12 16 وكاميرا تاني عليها مومنت 26 18 كل ده سيمبل في الاول عايزين نفهم المشي سيمبل في الاول ازاي انت اوريدي الجدول معمول معاك هتبدا في الاول عايز الناس تمليني كاميرا في الاول طولها متر 30 وعليها مومنت 3 12 هتلاقي كف كام؟ كف واحد الباشا دي عندي كف واحد طب كاميرا 2 متر 80 وعليها مومنت 5 18 يبقى عديها كف كام؟ كف 2 طب كاميرا عليها مومنت طولها 4 متر وعليها مومنت 6 68 كف 3 على مومنت 8 6 68 6 68 المفروض كام مين؟ ركزوا معايا بس في ناس بتقول كف 2 ناس بتقول كف 3 دي كام 6 68 طبعا انت اللي اخترت كف 2 وكف 3 صح اللي انا قلته انا طب انت مش عارف انت هتصل على كف 2 وكف 3
المهم خليك انت عمده ثاني كم ثلاثه عمده ثلاثه انت ثلاثه بس لا انا عاوز عمده يقاوم كيف ثلاثه ترى ما عمده كافي خدت لك كفتين بعد المهم انت بتاعك كافي خلاص هو مكمل المره الجايه ان شاء الله الفكره فين خليكم معايا كده الفكره ان الطول ده اي نعم 4 متر بس المومنت بتاعه اقل من كف 2 و7 12 بس طالما اكبر من 3 متر اريد ان بكسر حتى المومنت بتاعه اقل يبقى اذا انا طالما اكبر من 3 متر اكبر من 3 فانا اريد بكسر خلاص فده 4 اكبر من 3 يبقى لما ابص النموذج كف 2 وكف 1 دول طول اقل منها يساوي 3 متر من كده وانت طالع ده اكبر من كام اكبر من 3 متر خلاص فاحنا بنعمل ايه بس عشان الناس تبقى الامور واضحه بالنسبه لك الكلام ده احيانا الناس بتغلط ممكن يكون عندي كاميرا هنا 7 وكاميرا هنا 7 وكاميرا في النص 5 فتيجي تبص على الكاميرا في النص 5 تلقى المومنت عليها صغير لان ال7 وال7 نحدي سحب المومنت كله منها فتيجي تلقى راح واحد زي كف 1 وما كسحليش فيها يا عم دي كاميرا طولها 5 متر اي نعم الكاميرا الناحيه الكاميرا الناحيه سحبين المومنت بتاعها ومودينه فوق على النيجاتيف فوق بس الفكره فين ان في يوم من الايام هيجي اللايف لود بتاع السبعه دي واللايف لود بتاع السبعه دي هيختفي حبه دي بس اللي عليها كانك شغال ابسوليت لود فهتلقى المومنت بتاعها نزل فلازم تعتبر او تتخيل ان في يوم من الايام الكاميرا دي المومنت بتاعها هيبقى اقصى حاجه يبقى اذا ايه طالما الكاميرا اوتوماتيك طولها زاد عن 3 بينكسح فيه يبقى اذا انا هشتغل هنا مع كاف مين هشتغل هنا مع كاف 3 وكاف 3 ليه مش على كده وخلاص لا الطول اكبر من 3 متر يبقى هبص ما ابصش على كاف 1 وكاف 2 اصلا طالما الطول زي على 3 متر ابدا من فين من كاف 3 طيب كاميرا زي دي طولها 5 متر وعليها مومنت 12 16 كاف كام دي ما بين كاف 4 وكاف 5 فهناخد كاف 5 لان دي هتوفي عندي طيب كاميرا عليها مومنت 26 18 عامل لها ايه؟ عامل لها نموذج ليه؟ لان كاف 6 مش موفي يبقى اذا دي ال 10% اللي ممكن تظهر عندك في الجدول اللي احنا قلنا الجدول ده بيغطي من 90 ل 100% ال 10% دي ان في كاميرا المومنت بتاعها زاد عن المومنت اللي انت عامله في الجدول فهتيجي ايه؟ تعمل لها نموذج ثاني تسميه كاف مين؟ كاف 7 طب كاف 7 انا عندي المومنت ده كام؟ 26 18 طب ايه العلاقه ما بين المومنت وما بين القياس 1.78 يبقى حجم من 26 18 على 1.78 هديك القياس بتاعتها بكام؟ هديك القياس 26 18 على 1.78 جبت منين اللي عملت فيهم فوق كام؟ 14.7 يعني كام؟ يعني 6 في 16 صح؟ يبقى النموذج ده 5 النموذج اللي بعده هاخده كام؟ اخده 6 هاخده 3 في 16 عدل زائد 3 في 16 مكسح دايما مش ناسيين ان احنا عشان نريح نفسنا المفروض المكسح نسبه من التلت للتلتين انا بعمل ايه؟ باخد النص عدل والنص مكسح تمام؟ او باخد مثلا لو عندي 5 باخد 2 عدل وثلاثه ايه؟ مكسح طب او باخد اتنين عدل واتنين مكسح بس غير القطع يعني اتنين في 12 واتنين في 16 بحيث ان انا ايه لو حافظت على النسبه دي احافظ على ان العدل ما يقلش عن تلت الحديد الكل يعني ايه لو دول سته عندك حل انك تاخدهم اتنين عدل واربعه مكسح او ثلاثه عدل وثلاثه مكسح او اربعه عدل واتنين مكسح او كله عدل لكن ما ينفعش تاخد دول ستة تاخد مثلا ايه خمسة مكسح واحد عدل او تاخدهم كلهم مكسح العدل ما يقلش عن التلت فاحنا عشان نلغي نفسينا من التلت والتلتين وجع الدماغ ده اشتغل عند النص زود المكسح اما سيخ او زوده في الكوت خلاص وتزود تثبت العدد من الشغل مش هندس تسليح امريكي بس ده هنأجله لما نيجي للكاميرات الكونتونس بي الكاميرات السيمبل اوريدي مش هتفرق خلاص انا بمشي ده عدل وماشي ده فوق والسفلي لكن في قناه الكونتورس هيفرق معايا اللي علوي شغال ولا مش شغال وده هشرح لك بالتفصيل بس ان شاء الله ده هيكون المره اللي جايه.